رح نتابع مواضيعنا مشاهدينا اليوم. رح نبلش موضوعنا بسؤال كتار من المشاهدين سألوا حوله، وهو شو كنا عم نعني بطريق مطار بيروت، وهو النفق بالتحديد اللي صار عليه أكثر من 33 حادثة سرقة. خلينا نشوف روبورتاج ومن بعد نكون مع ضيوفنا بالاستوديو يلي هن كمان كانوا ضحايا هالسرقات. هيدي طريق مطار بيروت الدولي، طريق بيعتبر الأهم بين الطرق اللي بيسلكها معظم اللبنانيين، وتحديداً المتوجهين للمطار أو الراجعين منه باتجاه العاصمة. في نفقين أسفل مدرج المطار بشكل العقدة اللي تحولت كمين للعابرين. مؤخراً وبحسب تقارير الأجهزة الأمنية حصلت 33 عملية سطو مسلح قامت فيها عصابات بتشتغل ابتداءً من الساعة 1 بعد منتصف الليل، بتنصب كمين داخل نفق المطار. فأما بتصادفها سيارة اتعطلت فجأة، وهون بيتقدم أفراد العصابة عارضين المساعدة اللي بتتحول فجأة لعملية سطو بقوة السلاح، أو بيقوموا بملاحقة سيارة بصادف مرورة وحيدة داخل النفق، بضايقوها حتى تخفف سرعتها وبيتم إيقافها والسطو عليها. الرواية الأولى اللي وصلت لبرنامج للنشر كانت وحدة الفجر، وبطريقه للمطار ثقب إطار سيارته داخل النفق، ومع نزوله لإصلاحه اقتربت سيارة من نوع بي أم فيمي، توقفت بجانبه وعرض عليه سائق المساعدة. فسرقوا السيارة بما فيها من حقائب بعد ما استولوا على كل ما بيملك من نقود. الرواية الثانية كانت بطريقة لإيصال خيا لمطار بيروت. الساعة 4 الفجر اعترضتهم سيارة ترجل منها شخصين مسلحين، قاموا بسرقة الحقائب وبدخلها وثيقة السفر. القوى الأمنية قامت مرات عديدة بمداهمات وحاولت تتصدي لهالعصابات اللي بتتابع اليوم عملياتها بانتظار إيجاد إجراءات أكثر فعالية كتركيب كاميرات داخل النفق وإقامة نقاط مراقبة ثابتة لحماية اللبنانيين والسياح العابرين داخل هالنفق. للحوار بهالمحور مشاهدينا رح يكون ضيوفنا معنا علي مشيك، وعلي تعرض لسرقة كمان بنفق المطار، ومعنا كمان والده لعلي الأستاذ عارف مشيك، وكمان معنا المقدم جوزيف مسلم من رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي. أهلا وسهلا فيكم علي. خلينا نبلش من عندك، يعني خبرني باختصار اللي صار معك، وكنت ذكرت أنه أنت شفت وجوههم للأشخاص تعرضوا لك وفيك تعرف عليهم. نعم تفضل. كنت طالع من المعهد واقف ناطر سيرفيس ليطلع لاطلع فيه، كنت انا ورفيق. صار يجي اجى شبان على موتوسيكل، صار يروح ويجي من قدامه، ناطره لحتى طلع رفيق. ما اشتبهت بشيء انت؟ بلا، ما بس صار يروح ويجوا انه اجباري بدك تشتبه بشيء. طلع رفيقي بسياره وفال، بس راح رفيقي اجوا وقفوا حدي قالوا لي قديش الساعه. رجعت انا خفت منهم، رجعت لورا شلت التليفون وقلت لهم قديش الساعة، رجعت حطيت التليفون بجيبتي. عم صاروا يجقروني وبيقولوا لرفيقه خلص روح روح شو بدك فيه. هلا انا هون تفاجأت شوي يعني، وصرت خايف كثير. طب ما كان في حواليك ناس؟ ما جربت تعمل شيء يلفت نظر؟ لا، السير كان رايح جاي عادي، ما في شيء. بيروحوا مشوار لاخر النفق وبيرجعوا، بينزل واحد منهم حامل سكينة بقرب علي. بس شفت انا هيك دغري صرت عيط ورجعت لورا، اوهمت انه معي فارد بدي اسحبه عليها. بس شافوا هيك هن طلعوا دغري، نط رفيقه على الموتوسيكل وقربوا لقدام. قربوا شي 500 متر شافوا شاب تاني كمان طلع من المعهد، لحقوه لوصل لمحل معتم شوي. بقربوا عليه بيقولوا له انت صورتنا، عم بيقول لهم هو لا انا ما صورته. صاروا يتناقشوا هن وياه. طب انت بعد ما شفت صديقك عم بيصير فيه الشيء نفسه؟ انا بس صاروا بعيد، هو تقريبا 500 متر صار بعيد عنه. انا بهيت الوقت صرت ركضت لعنده، بس يعني صارت القصه دغري.
بس قربوا عليه صاروا يحكوا هن وياه، قال لهم انه انا ما صورتكم. عم بيقول له واحد منهم بيقول لهم انت لبناني وانا لبناني، ليش خايف؟ فرجيني التليفون ما تخاف. نعم هن لبنانية ما هيك؟ حكيهم لبنان. نعم. بشيل التليفون عم بفلفش بالصور هيك بشوف بده يفرجيهم الصور انه هو ما صورهم، هو قلبه شوي طيب ويعني وشاب ادمي ما عنده هاي الحركات. نعم. عم بياخذ التليفون منه بزته لرفيقه على الموتوسيكل وبيقشطوا العوينات وبيقشطوا اغراضه. طب هيدي الحادثه صارت تقريبا من بيحمل حاله بده يفل، بيهجم هو الشاب ليقرب انه بده يقاتله انه لا اختل اغراضي، بشيل السكينه بحطها على رقبته بقول له اذا بتتحرك بذبحك، عرفتي كيف؟ وبس يعني انا كنت بهاي الاثناء عم بركض لعنده، صرت عيط ما بعرف يعني حسيته انه لمحني او شيء، نط عند رفيقه على الموتوسيكل وفل. انت بتسلك دائما هيدا الطريق؟ نعم. طب ومن وقتها ما عاد سلكت هيدا الطريق؟ لا ما عاد رحت شراء على الجامعة. طيب والدك اصر اليوم يكون معنا، ليش اصرت استاذ عارف تكون معنا اليوم؟ يعني عفوا نحن عندنا مشكله بالعسكريه وانا خيي واحد منهم مخطوف. نعم. فنحن عم نفكر بخيي كيف بدنا نخلصه، كيف عم نعمل نركض للدوله نناشد الناس الشرفاء شروى الحاضرين واللي عم بيسمعوا لحتى نخلص العسكريه، واذا بيجيني خبر لابني انه تخمين يكون يجي ابني مقطع حد بيتي مثلا مش من منطقه بعيده، هذا المشهد ما قدرت اتحملته انا. فعلا كثير يعني صار عندي انهيار انه معقول ابني حدي بالبيت يجي مقتول وخيب اخر الدنيا نطرين كمان يجي طيب او يجي ميت. نعم. يعني شغله كثير كانت مأزية فعلا، حبينا نوصل صوتنا وللقوى الامن يعني ان شاء الله بحضره المقدمة. وجربت تقوله لحدا بالمعهد ينتبه كمان اذا المعهد قريب، ولا جربت حذر حدا من اصحابك؟ نعم. انه كمان خبرتهم وقلت لهم على هاي الشغله. نعم. وثاني يوم صارت مع شاب ثاني كمان عم بقولوا لي اليوم انه كمان صار حادث من هذا النوع. عفوا انا اتصلت بحدا من هونيك يعني بعرفوا شباب، قالوا لي يا خي صار شيء 40 50 مره هي صار، انتبه لابنك وما عاد تبعته لهون، يعني نصحوني. هلا عم بقولوا انه اكثر من 30 مره صارت هذه القصه، بس قبل ما اخذ الحلول من حضرتك كولونيل خليني بعد اخذ اتصال لشخص اتصل وقال كمان انه تعرض لسرقه. محمد معنا على الخط؟ محمد معنا؟ الو محمد تفضل خبرنا شو صار معك. يعطيك العافيه. والله أنا من جمعة كنت نازل على المطار بالليل، تجيك صاحب من المطار الساعة 12 تقريبا، فبتعرض لسطو مسلح من قبل 4 مسلحين بسيارة بأم على طريق المطار، بيسلبوا كل أغراضي ومصرياتي والأشياء اللي بالسيارة. بس محمد خبرني كيف شكل يعني الحادث، يعني هني محمد خبرني كيف شكل الحادث، يعني هني بيسكروا الطريق بالسيارة ولا بيعتمدوا أي أسلوب؟ بيلحقوك ولا كيف؟ الأول ماشي واحد كان بيساوي دولاب السيارة، فواحد تاني عم بوقفه إنه عم بوقف حدا من السيارات إنه بده يجيب عربيته أو شيء، فأنا وقف فلقيتهم 4 صاروا علي بسلاحهم، واحد حد المسدس براسي وما قدرت اعمل شيء يعني. وشو اخذوا منك؟ مصرياتي وفي اوراق كانوا كثير مهمين بقلب المحفظه، وفي اشياء كمان بالسياره خاصه فيه كمان اخذوها. طيب ما في ناس حواليك عم يمرقوا كانوا على الخط هيدا؟ ابدا ابدا ما كان في حدا، كان بالليل. طيب اوكي شكرا محمد. شكرا محمد خلينا نروح لعندك كولونيل. الموقع نفسه عم بيحكي عن نفس المكان طريق المطار طويل بعده معنا محمد. طيب هلا برجع بناخذ محمد نساله بالضبط وين. بس كولونيل الحكي اللي انقال بالروبورتاج انه عدد السرقات 33 واليوم كمان صارت حادثه بنفس النوع وحسب ما قال علي تكررت اكثر من مره، يعني هيدي النقطه وكانها يعني مطلوب فيها محزور. كاميرات مطلوب فيها يعني امن، شو عم تعملوا بهذا الصدد؟ اول شيء فيما يتعلق الاخ مشاك يعني ما بدي اساله اول شيء اذا تشكى لقوى الامن الداخل تنعرف نحن نحدد وين عم تصير السرقات او وين عم تصير عمليات السلب، او كمان الاخ يلي اتصل. نعم. بهمنا نعرف شو عم بصير لانه نحن من اسبوعين تقريبا يعني اساسا في دوريات اللي بنحكي هلا شو الاجراءات شو تم توقيفات بهالمكان. نعم. من المطار يعني عم نحكي من خلدي حتى الكوكودي حتى نوصل على انفاق الثاني من مطرح منطقه شتيلة او اوتوستراد الاسد، في عندنا دوريات بالسيارات العسكريه، دوريات
بالسيارات المدنيه المموهه بالاضافه لدرجات ناريه تجوب المكان 24/24. بس وكانها نقطه، انا ما يعني ما بعرف شغلكم اكثر منكم، بس وكانها النقطه بدها نقطه ثابته، يعني اذا بيكون في حضور يعني ثابت بيكون افضل. يعني الثابته كمان بتكون محدده وبتكون محصور بكم متر مش اكثر الثابته. حتى عم بيقولي انه مراسلنا كان في كاميرات، يعني مطلوب يكون في كاميرات مراقبه هون اكثر، بيكون في عمليه تقدر تطالي كل المسافه بالاضافه لاناره كل الوقت. نعم. يعني هون نقدر نساهم بهيدا الكاميرات بالتخفيف من هالعمل، ولكن هلا خف كثير اخر فتره، لا سيما بتوقيف من شهرين لهلا. عم نحكي على صعيد عصابات، تم توقيف 5 عصابات يلي اعترفوا بقيام باعمال تعدي على المواطنين بسلبهم وسرقتهم بهذا المكان. عم نحكي على طول طريق المطار بين بالاضافه للانفاق. يعني احنا لحيت هلا يلي تشكى من شهر 8 لهلا يلي عنا هن 20 قضيه من هالمنطقه كلها سوا. في خمس عصابات، في عصابتين تم كمين لإلهم، نحن وقفنا وعملنا حلق سيارات وتم اطلاق نار، يعني صار في للاسف تبادل اطلاق نار، ومنيح انه ما نحن صار يعني اي شخص صار له شيء اصابه كمان حتى من اخصامنا يلي هن المرتكبين. بس شو طبيعه الخداع اللي احيانا بيعملوه؟ اذا ما نوعي نحن المشاهدين هلا اذا في اسلوب معين بيتبعوه، مثل ما قال قبل شوي بيعملوا انه السياره مثلا مثل هالحاله بيعملوا حالهم انه سياره معطله، بس عاده بيكسروا على الشخص. يعني معظم العمليات هن يعني يا بيسكروا على شخص اذا كان واقف، او بالسياره بيكسروا عليه اذا كانوا سيارتين. يعني في حالات محدده، واكيد بالليل بيكون ما بيكون في حدا، يعني هون الاجراءات. بس نحن بنقول لا بهيك حالات، يعني نتمنى العالم تحكي. نعم. يعني مثلا ما تشكى، يعني كنا عم نحكي لانه اكيد يعني مش هلا عم بيقولوا لي انه حتى في اساليب مختلفه، يعني في اسلوب، هذا اسلوب يمكن ست توقف او اي حدا وقف لانقاذ شخص، في اساليب لها علاقه بشخص ممدد على الارض كانه مصاب كمان، والناس ممكن ولكن نادره يعني هيك حالات نادره بتكون. في خداع يعني كثير في خداع بس، ولكن اغلبيه الاوقات يعني مثل ما صار معه مثل ما يعني بيسكروا على الاشخاص، وفي حالات يعني بتتنوع الحالات، ولكن هي عمليه شوي بتكون عمليه اما استدراج يا اما صفه امنيه، بيقولوا نحن رجل امن او معلومات او جيش او مخابرات او من دوله الى اخره، جميع المؤسسات الامنيه بيعتبروا تكون في ضغط على الشخص. نعم. وهداك كمان تنشل ارادته، او بالاضافه ليكون في عمليه سلاح او سكاكين، يعني اساليب. اللي شو المطلوب من المواطن، واللي امتين فينا نقول انه هالمكان صار امن؟ نعم. نحن بنعده هلا حاليا، يعني نتيجه العمل اللي عم نقوم فيه امن نسبيا لنسبه كثير كبيره، ولكن ما فينا نضبط 100% هذا العمل، ولكن قد ايه بالمية نسبيا؟ كلمه كثير لبنانيه. فيني اقول انه فيني اقول لك امن، بس اذا بتصير عمليه ممكن تصير عمليه او شيء بالشهر او عمليه نادره جدا، ولكن نحن عم نطارد الاشخاص يعني عم نوقفهم. يعني عم بصير في توقفات كثير كبيره، يعني مثلا بعطي مثل من 1/7 لهلا، يعني في مفرزه الضاحي القضائي اللي هي ضمن نطاقها وقفت 47 شخص متخصصين بالسلب والسرقه، والمناطق المفارز والقطاعات الموجوده في محيطها كم وقفت 64 شخص من 1/7 لهلا. بس غير قضايا، مجموعات كبيره، يعني منا مجموعات، في مجموعات كبيره بالمكان. نعم. ويعني وفي مكان بيهربوا لاماكن قريبه من منها. يعني بس كورونيل ما فينا نحط كاميرات، ما فينا نعتبر انه في اضاءه معينه ساطعه بهالمكان بتخلي الشخص يفكر 1000 مره قبل ما يعمل شيء. الدوريه بترجع كل 10 دقائق بس بشكل منتظم، في دوريه، في ناس ثابتين نطمن الناس. نعم. انه في دوريات بالمكان. يعني موجوده، يعني مثل ما قلت فجأت مثل هلا صارت في عمليه، يعني اليوم هلا بعدهم اليوم عم بيقولوا لي صار نفس الشيء، بعدين في اشياء بتخوف، يعني اذا في سكاكين وفي يعني في احتمال ضحايا في معلومات اكثر. يعني بدي احكي شغله عن اذنك، يعني انا هلا هاي السنه راحت لابني اذا بهالحاله هاي، يعني انا مش مضطر ابني يجي ميت ويقولوا لي بعدين شهيد الوطن وكرمال الوطن على راسي وعيني، مستعدين نقدم دمنا كله في ذا الوطن، بس يعني بشرط انه نكون مأمنين. حدث بس عايد عصابات بعد كمان، تأثير العمليات على الاشخاص بتاثر نفسيا عليهم. نعم. انه بتحد من نشاطهم وبيخافوا يروحوا لهذا المكان، في حاجه لشعور بالامان. هيدا نحن بنقول نحن الشعور بالامان عم نقدمه، عم نلاحق العصابات، عم نلاحق الاشخاص اللي عم يرتكبوا سلب وسرقه بحق الاشخاص. نحن بنقول له بيطمن، يكون اكيد حذر، ما يحملوا الناس اموال كثير بهالاماكن، يعني ما يكون في عندهم يعني ممتلكات في اموال، كنا جبنا له سياره راحوا تما يتشجعوا يقوموا بهيك اعمال، هيدا ضروري جدا. نحن فيما يتعلق بس هي في مشكله ماديه تما نركب كاميرات على هالطريق بالتحديد، هذا طريق دولي، يعني العالم بتضلها رايحه جايه على المطار بعد 12 بالليل، لانه بدها اجراءات يعني اكثر، مش على صعيد قوى الامن. نعم. هي على صعيد البلديات. مين بيقرر هيدي المساله؟ البلديات. وبعض الوزارات. هيدا بحاجه كولونيل سلم يسرع هيدي الامور، يعني هيدي الشغلات ما فيها تنطر، يعني في امن المواطن بالطريق بالدق، في خطه تكون كل المنطقه، وفي سيت البلد كمان، هذا طريق كثير حيوي. نتمنى بجهود البلديات الموجوده بالمنطقه مع الادارات المعنيه بدنا نشتغل، بدنا نتمنى بس نحن بنحب نقول هي واضحه
بمقارنتنا مع غيرنا من الدول، يعني رغم تأثيرنا بالأشخاص اللي عم يتعرضوا للأذى، نحن بعدنا من البلدان الآمنة، نحن عاملين إحصاءات بيننا وبين أي دولة حالياً يلي نحن. نعم. بس بتراكم الحالات على نقطة واحدة كورونيل المفروض يكون في إجراءات أسرع من هيك بكتير، يعني هي نقطة واحدة هي ذاتها عم بتكون. نحن عم نقول من شهر 8 لهلا، يعني عم نحكي صار يعني قبل ما إجي، يعني هذا اليوم ما كان ما عندي معلومات عنه، إذا صارت ما بعرف مين خبرك. يعني هلا قالوا لي شباب إنه صارت اليوم. يعني بنتأكد من العملية، في 20 عملية على طول الخط الساحلي. نعم. عم نحكي من خلدة لتجي لنجي لشتيلة، يعني ولكن هالعصابات يلي عم بقوموا نحن عم نتابعها. على كل حال على أمل بدنا المواطنين يبلغونا، يعني سرعة التبليغ كمان إنه شخص يبقى بعد يومين تيجي يبلغنا، مدى الشخص هرب، يعني ما على كل حال المواطنين كمان بيعيشوا صدمة معينة، يعني على مدى صدمة بدو فورا يبلغنا شو. نعم. يعني مثلا لبناني جنسيته أشكاله، نحن فينا نفرجي الأشكال لأن فينا نعرفه، في عنا يعني عندكم مشبوهين فيهم يشوفوا صورهم، لأنه معظمهم بنحب نقول معظمهم أوكي. أصحاب صور علي توجه لعندك أو بعد لشوف صور المشبوهين؟ ما راح لا علي يعني. بدك تروح لعند الكورونيل نشوف صور المشبوهين، لأنه قلت فيك تعرف عليهم، هذا في ساعد الدولة على كل حال. معظمهم هن أشخاص قاموا بأعمال سابقة. نعم. وعم نتعرف عليهم. نعم. بس علي المواطنين إنه يساعدونا ويبلغوا عن أي عمل بصير. نحن على كل حال نحن بس فضل. طمن الناس إنه بلدنا رغم اللي عم بصير فيه اللي فيه هلا، بلدنا المشاكل الموجودة مش موجودة بأي بلد بالعالم، يعني عم نحكي بالمشاكل الاقتصادية من كافة الجوانب، بعض المشاكل. نعم. الثقافية والصحية والآخرة، النازحين في لبنان والآن. نعم. يعني كتير كبيرة، بعده بلدنا من البلدان الآمنة جدا جدا، إذا ما نعطي مقارنة بين فرنسا بين أمريكا بين تركيا. نحن كورونيل ما عم نحكي عن ورا تقصير، بنحيي أكيد سهركن على أمن المواطنين، ما بدنا نخوف الناس، يعني ما بدنا نقول نحن بنحيي سهركن على أمل كمان لا بدنا الحذر من الناس، يعني ولكن بلدنا المواطنين تبهوا من الخداع اللي ممكن يتعرضوا له. نحن بهذا الملف رح نتابع هذه المسألة، وبتمنى أنه يكون في يعني شوية صرف مادي على المسائل الأمنية سريعا، يعني قصة كاميرات كيف بتصور، يعني ما بدها هالقد قرار ياخذ وقت، وقصة إضاءة تكون نوعا ما داخل النفق واضحة لكل المواطنين، وقصة إحاطة أمنية كافية. أهلا وسهلا فيكم.